سلام، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات رفروف ارت شانل. اليوم رح نتعلم كيفية صناعة وجه محب او الايموجيز، الوجه اللي بدل العينين عنا قلوب. كل اللي بحاجة له انا كرتوني صفراء، بحاجة لشكل دائري او في استخدم البيكار او باللغة العربية اللي هو الفرجار، في بحاجة انا لاستخدم مقص والوان فتر. الخطوة الأولى اللي بدي أعملها، أولاً بدي أخذ اللونين البرتقالي والأحمر. أبدأ بالبرتقالي ورح أرسم على جنب الصفحة شكل دائري باللون البرتقالي، رح أرسم شكل دائري. هيدا الشكل صار عندي. رح جيب المقص، وهون بدي انتبه انا عند استخدام المقص ما عور ايدي، وقص بشكل انه اظهر اللون البرتقالي. انا ما بدي قصه، انا بدي حافظ عليه ليبين ظلال الوجه اللي هو نحن حنعتبره ظلال للوجه. برجع بأكد عند استخدام المقص، كتير بدي انتبه ما عور صابعي. الآن باقي شقف صغير معي، هاي الوجه أصبح عندي جاهز باللون الأحمر. سأرسم مكان العينين قلبين، بلونهم. دايما منذكر أن التلوين باتجاه واحد. والقلب الآخر. هاي العينين رسمناهم. برجع بستخدم اللون البرتقالي، برسم هنا خط مستقيم ونصف دائرة، وباللون الأحمر برسم خط منحني صغير وخط منحني صغير، وبلون اللسان. هيك رسمتي بتكون خلصت لليوم. انا باسلوب بسيط جدا قدرت ارسم ايموجي المحب. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من مشروعنا لليوم، كتير حلو، كتير بسيط، كتير سهل. بتمنى تجربوه. الى لقاء اخر بفيديوهات رفروف ارت شانل. ما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب اذا عم يعجبوكم الفيديوهات. باي.